اسمي رنا غازي، خريجة فنون جميلة قسم عمارة مصممة معمارية. أول ما اتخرجت اشتغلت شوية كده في مجال الهندسة، بس كنت طول الوقت بدور في الحاجات القديمة اللي ليها علاقة بالتراث، سواء مباني قديمة تاريخية، حاجات بتبقى محتاجة ترميم. كان دايما بيبقى شدني التاريخ، وبعدين ابتديت اكتشف في اسكندرية مكان قديم اسمه الصاغة. كنت بنزل واقعد مع الناس واقعد ابص عليهم بيشتغلوا ازاي، وقد ايه الحرفة دي حاجة صعبة ومتعبة، ومفيش بنات خالص بيشتغلوها، كل اللي بيشتغلوها رجالة بس، وكمان مش بيورثوا الحرفة دي لأولادهم. يعني تلاقي السايغ هو الوحيد اللي بيشتغل، بس ولاده بس بيبيعوا، ما بيعرفوش يشتغلوا. شدتني جدا المهنة دي وحاولت ان انا اتعلمها في 2009، وفعلا لقيت حد بيدي كورسز في الجولري مش في الديزاين، في الميكينج نفسه. فروحت اخدت الدرس ده ورجعت تاني ادور عند الناس على الحاجات القديمة اللي هم ما بيشتغلوهاش، عشان احاول اشتغلها واحاول اطلع التراث المصري في شكل الجولري بس بشكل مودرن شوية. بدأت اشتغل وقت الثورة على كلام او جمل تكون بتشجع الناس ان هم يعملوا حاجة صح، ان هم يبدأوا يخلي بالهم من تصرفاتهم. كنت بعمل كده في ميداليات وسلاسل وحاجات تتعلق في العربيات. اول حد كان ساعدني ان انا ابدا انزل اعرض للجمهور كانت مؤسسه اجوره، كانوا بيعملوا ايفنت كده اسمه ابدا بنفسك. نزلت وعرضت فيه حاجات ليها علاقه بالثوره، ووقتها الناس ابتدت تاخد بالها مني وانه الحاجات اللي بعملها شويه مختلفه، فابتدوا يعرفوا مين رنا غيب. بعديها ابتدينا نشتغل مع بعض انا واجوره في كذا حاجه تانيين، كان منهم فكره جات لي مشروع توثيق التاريخ. انا في وقتها حسيت ان السوق المصري ما فيهوش ديزاينرز للجولري اصلا وعددهم قليل قوي، فحسيت ان احنا لازم نحسن الشكل العام وما نبقاش دايما بنلبس حاجات بتجيلنا من بره. فقلنا اكتر حاجة ممكن توصل للناس ان احنا لو اشتغلنا على التراث اكيد الناس بتحبه، بس لو طلع بشكل مودرن يليق مع الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو ده اللي ممكن يلفت الانتباه وهو ده اللي ممكن الناس تحبه. ابتدينا نعمل كده، عملنا اول مشروع كان اسمه كاليجراف، وبعد كده ابتدينا نرجع نشتغل على التاريخ من الاول. فاخترت اول تيمة الحضارة الهلينستية. المعرض ده اسمه هيلينستية، وانا بعرض فيه حلي مستوحى من الفترة الهيلينستية وهي اختلاط الحضارة الهيلينية بالفرعونية وقت بناء مدينة اسكندرية. الفترة دي كان فيها موتيفات كتير وشكل للجولري كده الناس وقتها كانت بتستخدمه، فاشتغلنا على الموتيفات دي وحاولنا نطلعها بشكل مودرن شوية علشان تناسب الوقت ده الناس تقدر تستخدمها فيه. يعني المعرض ده أول خطوة في مشروع توثيق التاريخ من خلال الحلي. الفترة الجاية هنبدأ نشوف الفترات التاريخية اللي عدت على مصر وأثرت في التصاميم المصرية، نبدأ نقدمها بشكل حلي.